السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مشاهدي برنامج ناس وحراس، نحييكم من هنا من ساحات المسجد الأقصى المبارك، ونحن نستمع سوية نحن وإياكم إلى أذان العشاء في هذه اللحظات العطرة النقية، حيث يصلوا العشاء ومن ثم صلوات التراويح. ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس، من الناس الذين يقولون نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما زلنا أحبتي من هذه الأجواء الإيمانية في ساحة المسجد الأقصى المبارك في ليلة الجمعة على السبت، حيث أما اليوم 120 ألف مصل صلاة الجمعة، ونتوقع أن يعلو هذا العدد في صلاة التراويح. ما زلنا نواصل معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس، من هنا من الناس الذين يقولون نحن هنا باقون في بار الزيت والزعتر والزيتون، وانت بألف خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث. قالوا ماذا نفعل يا رسول، إذا ابتلينا من بعدك ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: توجهوا إلى بيت المقدس واقتلوا فيه، عسى أن يخرج من أصلابكم رجال يحبون المسجد الأقصى ويصلون فيه. بارك الله. الله بارك الله فيك. تحيا والدوم، الله يخلينا إياك. أبو ياسين بارك فيك. أبو ياسين. والياسين مع الحج العقيد أبو ياسين. الحج العقيد. أنت معك رتبة مرابط. مرابط أكبر وأكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. علينا وعليكم. علوم الإسلامية. أنت قاعدة في ساحة المسجد الأقصى المبارك ما بين المغرب والعشاء بانتظار أذان العشاء وصلاة التراويح. شعورك، قلبك شو قلبك؟ قلبي حزينة أول شيء عشان الأوضاع اللي إحنا فيها. حزين. إن شاء الله السنة الجاية بتكون أحسن. يا رب. آمين. آمين. بس آمين. إحنا الصراحة حزينين كثير، إن شاء الله بتكون أفضل من هيك بكثير. إن شاء الله ربنا بيفرج ببدع همنا. فرح وسرور إن شاء الله يا رب العالمين. أم إيش البركة؟ أم قاسم بكري الصحفي. أم قاسم بكري الصحفي. بتعمل دعاية لإبنها. تحياتي يا قاسم، أمك بتسلم عليك. طيب. في سؤال وعليه جائزة إن شاء الله رب العالمين بتجاوب معك. صعبة هالشيكة. لا مش راح أصعبه، أنا أسئلتي سهلة بعدين بغشش هلا بعد الفتوت. يعني شايفة كيف؟ من هو النبي الذي استعمل البراق قبل سيدنا محمد؟ من المعروف أن محمد عليه الصلاة والسلام عرج إلى السماء بالبراق، ولكن هناك نبي سبق. مين؟ مش سليمان، أقدم. ارجع لورا. ارجع لورا شوي. ابو ياسين. مين؟ ادريس. لا مش ادريس. صعب. مش يوسف. لا هي طفل. بقول لك ارجع لورا. قال سليمان هنا. ارجع يعني اقرب. انا بدي اعطيك ثلاث خيارات يا حد. ثلاث خيارات اثنين. هاي في واحده سمعتيها. هاي كنتي. كنتي. هاي كنت كنتي. قولي لها سيدنا ابراهيم. هيك اول مره ابراهيم تنفع معناتها ان شاء الله. غششتها السواق. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام هو الذي استعمل البراق قبل سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اسمع ام القاسم. ام القاسم بدنا نقدم لك هذه الجائزه المقدمه لك من برنامج ناس وحراس. ان شاء الله كل عام وانت بألف خير من هذا الجمع الطيب الطاهر ساحات المسجد الاقصى المبارك. انا بقول احنا مواصلين هذه الحلقه. انا بقول مقوله مردوده انطيها لانسان محتاجها. بارك الله فيك. سامحيني في الدنيا واخره. هذه لك لانك انت ابراهيم. تمام. قول لها شكرا للحجه اعطتك اياها. يلا بارك الله فيك. كل عام وانتم بألف خير. هذا هو الشعب الفلسطيني، يكون محتاج ويعطي، يكون جوعان ويطعم الضيف. هنا بيت الضيوف، هنا القدس صدرها مفتوح لكل ضيوفها كأم رؤوم. مواصلين معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس، من الناس الذين يقولون دائما نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون. مازلنا أحبتي مواصلين معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس، بهذه الرحاب الإيمانية ما بين المغرب والعشاء في انتظار أذان العشاء وصلاة التراويح. نلتقي بضيوف الرحمن دائما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف حضرتك ياسر نوسى من أبو سنان. يا ميت أهلا وسهلا. شفتك بتوزع مسابح على المسلين بوجه الله، عن روح حدا من الأموات، عن سبع جارية. سبع جارية. سبق جارية.
أنت جيت اخترت أنت بساحة المسجد الأقصى المبارك لتقدم فيها هذه الصدقة الجارية. الحمد لله. شو شعورك أنت واحد المسجد الأقصى بين هذه الهلوف؟ أنا الحمد لله دائما كل جمعة بقبل رمضان بالأقصى، حتى يوم الثلاثاء كان كل جمعة كل جمعة. يعني فترة جيت رمضان. باجي. باجي كل تقريبا وين بكون في بصح لي حافل بغي يطالع ما أخرش ولا دية. جمعة وثلاثة. جمعة برمضان ثلاثة جيت يوم الثلاثاء. أما أهلنا في 48 في فلسطين 48 لا يترك المسجد الأقصى المبارك، وليس حصرا مجيئهم فقط في رمضان، وإنما في غير رمضان نراهم يأتون زرافا بباصات من كل مناطق فلسطين 48، واليوم هم شرفوا ينوروا القدس في هذه الصلوات الروحانية وهذه هي بارك الله فيك. بارك الله فيكم. ما زلنا أحبتي مواصلين معكم هذه الحلقة من برنامج ناس بحراس من هنا بساحة من المسجد الأقصى المبارك من الناس الذين يقولون أننا نحن هنا باقون لا دام الزيت والزعتر والزيتون. ما زلنا أحبتي من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب المسجد الأقصى المبارك مواصلين معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله صيامكم وطاعاتكم. حياك الله. اللهم أمين. نتعرف حضرتك الحج ياسين بكري من قرية البعنة، بعنة السمود. أهلا وسهلا. من على جبال الجليل، تتربع على جبال الجليل. لما إحنا منقول البعنة يعني ضايل لك 12 كيلو بتكون في عكا. صحيح. إن شاء الله رب العالمين. تأتي الناس من كل حد وصوب لإحياء صلاة المغرب والتراويح والعشاء هنا في المسجد الأقصى المبارك. أبو إيش البركة حياك؟ أبو محمد. أبو محمد وجهك سموح. الله يخليك. مبسوط قلبك برقص لأنك موجود في المسجد الأقصى المبارك. شو بيعني لك هذا الحكي؟ هذه الجموع اللي أمت اليوم المسجد. نعم أنا هذا الحكي بيعني لي أشياء كبيرة وكثيرة، وتشبت في أرض الوطن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشب الرحال إلا لثلاث، للمسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إحنا من خلال زيارتنا لهون نقول نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون. خذ أدم الحلقة محمد. الله يخليك. نحن على هذه الأرض إن شاء الله. إن شاء الله. فما بالك في المسجد الأقصى بوابة السماء. طيب. فنحن بس كلمة. لا كمل كمل. هذه الأطفال من ربي على محبة الأقصى ومحبة الأرض. أخذت السؤال من تمي. أنت مش جاي لوحدك، ما شاء الله جاي بكل آل البكري وجاي الحمد لله. اخترت هون طبعا. إيش اسمك أنت؟ راية. راية. راية الإسلام. إن شاء الله الله بيرفع رايتك وراية الإسلام يا ربي. فإحنا جدا كيف شفت الأجواء؟ الأجواء كثير منيحة. أنا بقول الحمد لله شعبنا الفلسطيني في خير. إذا بتسكر على الضفة عرب الداخل موجودين، وإذا بتسكر على غزة اللهم فرج كرباء الغزة وارفع الغم والهم عنهم. آمين. اللهم آمين. آمين آمين. إن شاء الله ربنا بيفتح كل أبواب للمسجد الأقصى إن شاء الله قريبا يا رب، وبيفرج الهم عن أهل غزة عن دعاء هذا في هاي الليل إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويديمكم. أنتم السند الحقيقي لأهل القدس وللمسجد الأقصى المبارك، وهذا ليس شعارا. أدامكم الله، بارك الله فيكم وفي أقدامكم، وجزاكم عنا وعن مليارين مسلم كل جزائهم وكل خير حسنة. الله يخليك. أنا بدي أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن تكملي شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن قصد المسجد الأقصى يسر الله أمره ذئابا وإيابا محملا بحسنات من المولى عز وجل. مواصلين معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس من هنا من رحاب المسجد الأقصى المبارك. ساحات المسجد الأقصى المبارك نواصل معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس من هنا من الناس الذين يقولون دائما نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون. السلام عليكم. عليكم السلام. انت الله. نتعرف على حضرتك. دار يونس من عكا. يا ميت اهلا وسهلا. نبي ام ايش البركه؟ ام احمد. هذا رمضان طعمه شوي مختلف.
أكيد في هيك مرارة بنحرق، في غصة بالصدر يعني، وأكثر من هيك يعني. ربنا يرفع الهم والغم والبلاء عنا وعن أهلنا في كل أنحاء العالم، عن كل إنسان حر شريف بهالكون يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. كيف هالقعدة شايفينها وساحة المسجد الأقصى المبارك؟ بتجنن، راحة نفسية. راحة نفسية. هل صحيح إن الواحد لما بخش المسجد الأقصى المبارك بترك كل الهم وراه؟ أكيد، بغسل صدره، بنسى الدنيا كلها واللي فيها. ما شاء الله. لمين تدعي؟ بدعي لأولاد أكيد، ولجوزي، بدعي للناس الغلابة والوضع اللي إحنا فيه. آمين آمين يا رب. الله يفرجها. آمين يا رب. في سؤال من ثلاث فروع، بتجاوبيني اثنين بكون إجابتك إجابة صحيحة. السؤال له علاقة بالحجر، وهدول لهم علاقة بالقرآن. خلق من حجر، وسكن في حجر، ومات من الحجر. هدول ثلاث أشياء لهم علاقة بالحجر. أهل الكهف. أهل الكهف. أهل الكهف. أهل الكهف سكنوا في حجر، صحيح، اللي هي في مغارة. هاي واحد صحيح. من الذي مات في حجر؟ ربنا وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هدول مين؟ قومين. شو اسمه اللي راح بده يهدم الكعبة؟ أبرهة. أبرهة. أبرهة الأشرم، صحيح. هاي تنين. خلينا الثالث بس عشان الجمهور يستفيد. خلق من حجر، حيوان ذكر في القرآن له علاقة بالنبي صالح، اللي هو نعم، وله علاقة بالنبي صالح. غشش كمل. أنا بغشش الثالث. تنين انتو صح. الثالث ناقد صالح. ناقد صالح. ناقد صالح خلقت من حجر، وأهل الكهف سكنوا في الحجر، وقوم أبرهة الأشرم ماتوا بالحجر. إجابتكم إجابة صحيحة. هذه الجائزة المقدمة لك من برنامج ناس لحرقات. شكرا شكرا. والعام وانتم. أهلا وسهلا فيكم دائما. القدس والمسجد الأقصى لكم البيت ولنا العتبة. حياكم الله. إن أحبة من هذه الجو الطيبة، مواصلين معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس. ما زلنا أحبتي مواصلين معكم هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس، من هنا من ساحات المسجد الأقصى المبارك، من الناس الذين يقولون نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون. السلام عليكم. أحلى عم أبو بسام، الله يسعد المساء. وعليكم السلام. بيتعرف حضرتك؟ رأفت الرملاوي، صحفي مقدسي من البلد القديمة. أول إشي سلامتك بروح الشيء. الله يسلمك يا سيدي. كيف شايت أجواء المسجد الأقصى اليوم؟ والله الحمد لله، يعني اللي ربنا أنعم علينا وشفنا الوجوه الكريمة اللي إجت على الأقصى من الشمال للجنوب، وبنحزن إنه أهل الضفة أهلنا ما قدروش يدخلوا، ولكن إن شاء الله يعني إنه يكون يعني لخير دائما. إن شاء الله دائما لخير. رمضان هذا شوي طعمه مر. مش مر، مر جدا. مر جدا. فيعني ربنا يهون على أهلنا في غزة إن شاء الله، وربنا يكون معهم، لأنه ولا حدا معهم وربنا معهم. بس من كان الله معهم فلا يحزن. الله يكون لهم معين. الله يرفع الهم والغم والبلاء عنا وعن أهلنا في غزة. آمين. حبيبنا عم أبو بسام. السؤال بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو الاسم الآخر لسورة النصر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قريت السورة كاملة حتى نتبين الاسم الآخر. أي جواب عندي سيدي. هذه الآية نزلت على سيدنا محمد وكان برفقته سيدنا أبو بكر، فشعر سيدنا أبو بكر إنه هاي لحظة الفراق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان هيك سميت بسورة الوداع. سميت بسورة الوداع لأنه كانت الوداع الذي شعر فيه سيدنا أبو بكر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي خلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يشعر هذا الشعور، لأن هذه السورة تلخص المسورة الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إجابتك إجابة صحيحة. الاسم الآخر لسورة النصر هو سورة الوداع. الوداع. بارك الله فيك. حضورنا عبد السلام. اسمح لنا نقدم لك هذه الجائزة البسيطة مقدمة لك من برنامج ناس وحراس. وأنا هاي بدي أهديها لأي حدا، يا أنت بتهديها للي بدك إياه. هذه لك وأنت أعطيها لمين ما بدك. تفضل. إيش اسمك؟ سيب هاي لك. أعطيها لماما. يلا بسرعة.
بارك الله فيك. أبو بسام حبيبي انت بخير. شكرا لك، كل عام وانت بخير. الى هنا احبتي بهذه الاجواء الايمانيه من ساحات المسجد الاقصى المبارك، نحن الان على مقربه من اذان العشاء، ستصلي 100,000 ويزيد هذه الليله صلاه العشاء والتراويح من هنا من المسجد الاقصى المبارك. نلقاكم دائما على المحبه في برنامج ناس وحراس، من الناس الذين يقولون دائما نحن هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون.